اديني ميعاد وقابلني وكفاية بعد وخصام، عايزة أقابلك يا شاغلني، عايزة أقابلك يا شاغلني، عايزة أقابلك يا شاغلني، علشان لك عندي كلام. اديني ميعاد، اديني اديني ميعاد. مدام شهرزاد اداكي ميعاد وقابلك امتى؟ ايوه والله هو كان كريم، يعني كان الواحد لما يطلب منه اي حاجه بيلبيها على طول. انا جيت يوم قلت له انا عايزه اغني لك لحن، يعني قال لي قوي وانا كمان عايزك تغني لي. قلت له طيب يبقى متفقين بقى. قال لي نقي لي الكلام اللي يعجبك وانا اعمله. فعلا عملنا الكلام، الفه كان مؤلف اسمه طبعا معروف عبد العزيز السلام، وهو كان يحب يعني عبد العزيز السلام. فقلت له ايه رايك في الكلام ده؟ قال لي عظيم، حلو قوي قوي. اشتغل فيه وحفظني وغنيته وسجلته. وبعدين في بقى كانت لمحه جميله كمان منه، اللحن حلو. فمره كان عنده حفله وبعدين ايه نفسه يغني اديني ميعاد وقابلني، وطبعا عارف ان اللحن بتاعي. فقال طب اعمل ايه، ده لحن شهرزاد وما اقدرش اغني. بصيت لقيته بيديني تليفون بيقول لي يا مدام شهر ممكن تسمحي لي اغني لحن اديني ميعاد وقابلني؟ قلت له يا سلام ده لحنك. قال لي لا ده لحنك انت، يعني قلت له ده انت حتى مديه الهديه، يعني المفروض ان انت تغنيه على مزاجك. قال لي لا ده لحنك وانا بستأذنك عشان اغني. ممكن؟ قلت له ده انا يسعدني ان انت تغنيه طبعا. وفعلا غناه. اللقاء التاني كان امتى وفين وازاي؟ والله اللقاء التاني بقى في اللحن التاني اللي هو اخر لحن لحنه لله يرحمه، كان اسمه خلي بالك مني حبه. اللحن ده كان عمل نصه هنا في مصر وقال لي هعمل لك كوبليه والمذهب، وبعدين انا مسافر بيروت هقعد اسبوع واكون جاي واعمل لك الكوبليه الثاني. انا كان عندي في الوقت ده حفله هنا في مصر، وفعلا يعني عملنا على اللحن ده دعايه على اساس ان انا هغني لحن جديد للاستاذ فريد الاطرش، واهتمينا وعملنا له دعايه كبيره جدا. والمهم طبعا قعدت استنى اسبوع ما جاش. الله طب والحل والحفله فاضل لها اسبوع. خدت بعضي وقمت مسافره فين؟ على بيروت. قلت ما فيش فايده ان انا اروح احفظ بقى الباقي هناك. سافرت بيروت، للاسف رحت لقيته كان في المستشفى عيان. فقلت بقى مش ممكن، يعني خلاص هاجل اللحن عشان يعني مش معقول. المهم دخلت، والله يعني استاذ طارق دخلت المستشفى لقيت حوالي من غير مبالغه لقيت حوالي يمكن 4-5 آلاف اثبته من الزهور. المستشفى ما تعرفش تمشي فيها من الزهور الموجود. يا سلام. والله العظيم. والوف بقى الناس واقفه على باب المستشفى واللي جوه يعني الدنيا مقلوبه. بعدين لقيت المنظر ده قلت طب انا هروح فين؟ مش معقول. فدخلت برضو ايه قلت برضو ابعت له كارت. فلقيت السكرتيره بتاعته كتبت لها كارت وبالشفاء وبتاعه وقلت لها اتفضل. وخرجت لقيتها وانا ماشيه كده خارجه لقيتها بتندهلي، تعالي كلمي الاستاذ فريد، مع اني ممنوع من الكلام. فانا بقيت مش مصدقه. دخلت لقيته طبعا سلم عليا كده، قلت له ما تتكلمش خليك لحسن بعدين انا ابقى السبب. قال لي اقعدي اقعدي. قعد. المهم قال لي انا عارف ان انت هتغني اللحن. قلت له معلش صحتك بالدنيا مش مهم لما تخف نبقى نكمله بتاع. قال لي لا الورقه معاكي؟
قلت له اه معايا، مع ان ما فيش ولا حد بيخش له خالص. قال لي طب طلعيها كده. قمت ايه مطلعه الورقه جنبه كده، كوميدين محطوط جنب السرير. قال لي انا هعمل لك اللحن بسرعه كده، وايه واحفظي احفظي انت بتحفظي بسرعه. قلت له ايوه. قال لي بسرعه كده، هو فاضل كوبليه هما والباقي كله زي بعضه. قلت له حاضر، بس انا مش عايزاك تتعب. قال لا بس اسكتي بقى. المهم طلعت له الورقه وبصيت لقيت ايه الباب خبط. اما خبط الباب اما خب الورقه تحت المخده وقعد كده. اما قالوا لي انت بتتكلمي معه؟ قلت له لا انا ما اتكلمتش ولا كلمه، انا قاعده يعني ساكته ما فيش حاجه، بس هو عايز اقعد جنبه شويه. فالدكتور بص عليه كده وشافه بتاع وضحك وايه وخرج. بعد ما خرج اه والله كده زي ما بحكي لك. المهم بعد ما خرج قام طلع الورقه من تحت المخده وقعد يخبط على كمل التلحين.